عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين، الله يحميكم ويحمينا، قولوا أمين. رجعت لكم حلقة جديدة وشغلة طيبة كثير بدكم تحبوها، هي لحمة بعجين أو صفيحة بالشامي. إن شاء الله تجربوها ببيتكم ويعجبكم وتدعوا لي. حنبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا كاسة وثلاث أرباع من الطحين، بدنا ثلاث أرباع كاسة مية الوي، هي مية تبع الجبنة اللي ساويناها من الحليب، أو إذا مية عادية ماشي الحال تكون فاترة. بدكم معلقة كبيرة لبن، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. نحط المواد الجافة، بنحركهم شوي، بعدين بنحط السوائل والمي، بنحطها شوي شوي. ساطر هلا بعد 8 دقائق، هلا هي نغطيها ساعة لحتى ترتفع. خلطة اللحمة، بدي ربع كيلو لحمة بقدونس مفروم، معلقة طعام لبن، بدي معلقة طعام رب البندورة، معلقة طعام رب الفليفلة، عندي كمان دبس رمان، بدنا شوية ملح، بدنا فلفل أسود، بدنا بصلة مفرومة، بدنا بابريكا، بدنا all spices أو بهارات، بدنا سن صغير توم بدنا نطحنه. حطيتها بالخلاط، خلطتها اللحمة. فالسر بهون انه تحطوا معلقة طعام طحين حتى تتم بتماسك اللحمة وما تبعد عن بعضها وقت انتوا عم تخبزوها بالفرن. ارتفعت العجينة صارت دبل، هلا بنزلها وبنطويها مثل ما بتعلمكم دائما، هيك وهيك وهيك فوق بعضها كلها، وشطي مطي. هلا برجيكم الشغلة كلها منطقطة. السلام عليكم، شو كنا نساوي؟ زينها اول شيء نقسمها على هاي عشرة، هلا نساويهم طابات، بنغطيهم شي 10 دقائق قبل ما نعجنهم. هاي الطابة هاي 10 مثل ما شفتوا، هلا بغطيها شوي. هلا بناخد وحدة ونفردها ونساوي وحدة ثانية. شايف شلون حطيتها على ورق شمع؟ هلا بحط وحدة قدامها. هلا حطيت معلقة لحمة هون، معلقة لحمة هون، هلا بنفردها دون ما داير العجينة. هلا بدي احطها من الفرن على 500 بالرف التحتاني على حجرة على البيتزا لخمس دقائق. فين طالعته من الفرن، ريحة بتاخذ لعل، طعم لذيذ ممتاز. ان شاء الله تساووها بالبيت وتعجبكم، تدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.